مجددا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. مشهد بانورامي رائع من أعلى منطقة بالمدينة، يعني ممكن تشوفوا معنا جمالية القصر التاريخي ومنتزه عين أسردون السياحي ليلا في هذه الجولة. بطبيعة الحال مناظر رائعة وخلابة هنا من أعلى النقاط بطبيعة الحال هنا بقصر عين أسردون التاريخي. بطبيعة الحال جمالية هذه المناظر الطبيعية الخلابة كتسر الناظرين، وكاين بزاف ديال السياح اللي كيجيو من كل بقاع المعمور باش يشوفوا هذا المنظر ليلا. مشاهدينا متابعينا الكرام، نخليكم من هذه الزاوية، وهذه مدينة بني ملال من أعلى النقاط الممكنة هنا. إذن تير أجواء متابعينا مشاهدينا الكرام في منتزه السياحي لعين سردون وبالقصر التاريخي للمدينة، أجواء رائعة ورائعة جدا ليلا، أجواء ساحرة وطبيعة خلابة. نخليكم تشوفوا من هذه الزاوية كذلك متابعينا مشاهدينا الكرام. مناظر بانورامية رائعة وطبيعة خلابة بطبيعة الحال، أجواء ساحرة ليلا هنا بمدينة بني ملال وبالضبط من المنتزه السياحي لعين أسردون والقصر التاريخي لمدينة بني ملال. أجواء ولا أروع. غادي نخليكم تشوفوها بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام من جميع الزوايا والنقط الممكنة هنا.
اهلا متابعينا مشاهدينا الكرام الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال الى اللقاء.